شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم حول المرأة، وقبل أن نتحدث حول المرأة في ظل هذا الدين، نتحدث حول المرأة في ظل الحضارات المتقدمة على الإسلام. ونكتفي هنا ببيان بعض النماذج. أولا، المرأة في ظل الحضارة الفارسية. المرأة في ظل الحضارة الفارسية لم يكن لها الحق في أن تتملك أي شيء، يعني كما أن الجماد لا يملك شيئا، المرأة أيضا لم تكن تملك شيئا ولم يكن لها الحق في أن تملك شيئا. إذا كان يعطى هدية للمرأة، واحد كان يأتي إلى بنت صغيرة أو كبيرة أو زوجة وكان يعطيها هدية، هذه الهدية لم تكن تدخل في ملك هذه البنت أو في ملك هذه الزوجة أو في ملك هذه الأم، وإنما كانت تدخل في ملك وليها، يعني في ملك أبيها، في ملك زوجها، في ملك أولادها. مثلا المرأة ما كانت تملك شيئا، ما كان لها أي نوع
من الاستقلال الاقتصادي. طبعا في ظل الإسلام هذه الحالة غير موجودة. هذه الحالة اللي كانت في ظل الحضارة الفارسية كانت مستمرة حتى العهود الأخيرة في عالم الغرب إلى أواخر القرن الماضي. المرأة الغربية يعني بعد ظهور الإسلام بأكثر من 12 قرن، الإسلام جاء وغير المفاهيم وغير القيم. بعد أكثر من 12 قرن المرأة في هذا العالم الغربي لم يكن لها حق التملك. في أواخر القرن الماضي في بعض البلاد الغربية وفي بدايات هذا القرن في بعض البلاد الغربية أقروا للمرأة حق التملك، أن المرأة لها حق أن تملك. في نظرة الإسلام المرأة لها استقلال اقتصادي كامل، يعني كل مال يدخل في حوزتها لا حق لأي أحد في هذا المال، ولا يستطيع أي أحد أن يستولي على هذا المال. هذا الشيء اللي إلى الآن في بعض الأعراف متداول، أن الأب يأخذ الهدايا اللي تعطى لبنته، إذا الهدية أعطيت للبنت يعني المعطي قال هذه هدية للبنت، هذه الهدية تدخل في ملكية البنت. الأب ما إلى حق أن يأخذ هذه الهدية ويعطيها لشخص آخر، أو يأخذ أموال هذه البنت الصغيرة ويتصرف فيها، ما إلى حق، هذا محرم من الناحية الشرعية، لأن هذه البنت لها سلطة كاملة على أموالها. الآن هي محجورة من التصرف إلى أن تبلغ وتصبح رشيدة، ذاك بحث آخر. أما أبو أو أم تستولي على أموال البنت لا حق لها في ذلك. الزوج يستولي على أموال زوجته حتى إذا زوجته تملك الملايين، ما إلى حق من الناحية الشرعية، هذه الأموال ملك طلق لهذه الزوجة. الزوج ما إلى حق أن يتصرف في دينار واحد من هذه الأموال إلا بطيب قلب منها، إلا إذا هي راضية، هي تبرعت بذلك، هي تنازلت للزوج عن أموالها أو بعض أموالها. في ظل الحضارة الفارسية المرأة ما كان إلها حق أن تملك شيئا. ثانيا، المرأة في ظل الحضارة الرومانية، الحضارة الرومانية يجب أن نعرف هذه الأشياء حتى نعرف بعض فضل الإسلام على المرأة. المرأة في أي وضع كانت تعيش، والإسلام نقلها إلى أي موقع. المرأة في ظل الحضارة الرومانية كان ينظر إليها، أنتوا لاحظوا هذه النظرة،
ولاحظوا ماذا يتفرع على هذه النظرة. إذا واحد ينظر إلى المرأة بهذه النظرة، كيف يكون سلوكه مع المرأة؟ الحضارة الرومانية كانت تنظر إلى المرأة باعتبار أنها التجسيد الأتم للشيطان، الممثل الكامل، تمثيل تام للشيطان هي المرأة. هذه نظرة الحضارة الرومانية، وكانوا يعتقدون أن المرأة لا تملك روحا، الروح اللي يملكها الرجال، الروح الإنسانية مو موجودة في المرأة، ولذلك كانوا يعتقدون أن الحشر والنشر والحساب والكتاب خاص بالرجال. المرأة إذا ماتت انتهت، لأن روح ما إلها، روح إنسانية ما إلها، ما إلها حشر ولا نشر ولا جنة ولا آخرة، وإنما تنتهي بالموت. ثالثا، المرأة في ظل الحضارة الهندية، حضارة عريقة في التاريخ، الحضارة الهندية كانت تنظر إلى المرأة باعتبار أنها تمثل الطبقة الرابعة في المجتمع. المجتمع كانوا يقسموه إلى 4 طبقات. الطبقة الرابعة اللي كانوا يعتبروها الطبقة المنحطة، الطبقة المحرومة، الطبقة المنبوذة، المرأة كانت تمثل الطبقة الرابعة أو جزء من الطبقة الرابعة. وإذا في يوم من الأيام زوج هذه المرأة مات، بعد هذه المرأة ما لها حق في الحياة، كانوا يأخذون هذه المرأة وهي حية ويضعونها وزوجها الميت في موقد واحد، الزوج المتوفى وزوجته الحية، يضعونهما على موقد واحد ويحرقونهما معا. ورأيت في بعض الكتب أن هذه العادة كانت مستمرة إلى الآونة الأخيرة في بعض النقاط البعيدة من الهند، خفية طبعا خلاف القانون، كانوا يأخذون المرأة وهي حية ويحرقونها مع زوجها. رابعا، المرأة في ظل الحضارة اليونانية، اليونان التي كانت مركز للعلوم والعلماء، المرأة في ظل هذه الحضارة كانت تباع وتشترى. الأب في يوم من الأيام إذا مر بضائقة اقتصادية يأخذ بنته ويبيعها علنا. الآن أكو بيع البنات ولكن سرا خارج نطاق القانون، لكن في ذلك الوقت في اليونان القضية كانت قضية قانونية،
كان يأخذ بنته ويبيعها في السوق. الزوج إذا في يوم من الأيام مر بضائقة أو وضع اقتصادي محرج، كان يأخذ زوجته ويبيعها في السوق، والقانون كان يدافع عنه، ولم يكن للمرأة في ظل الحضارة اليونانية حق. هذه المطالب المؤرخين ذاكريها، الشرقيين والغربيين، ما كان إلها حق أن تبيع أو أن تشتري أو أن تتعامل بما يزيد عن قيمة 20 كيلو شعير. 20 كيلو شعير إيش قد قيمته؟ أفرضوا لعله الآن حوالي دينارين مثلا، 20 كيلو شعير. إلى حد 20 كيلو شعير لها حق أن تبيع وتشتري، أكثر من ذلك لا حق لها، لا في البيع ولا في الشراء ولا في التعامل. خامسا، المرأة في الجزيرة العربية، المرأة في الجزيرة العربية وصلت إلى حد عجيب في احتقار الرجال لها واستهانتهم بها، وصل إلى حد أن القرآن الكريم يعكس وضع المرأة في الجزيرة العربية في عدة آيات من القرآن الكريم. الله تعالى في هذه الآية التي تلوناها يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى. مع الأسف هذه الحالة إلى الآن موجودة عند بعض المتدينين. هذه بشارة، الأنثى رحمة في الحديث، الولد يعني الذكر نعمة والأنثى رحمة، والرحمة أو حسنة في رواية أخرى، إما رحمة وإما حسنة. الأنثى رحمة، هذه بشارة. إذا واحد قال له أن زوجتك ولدت بنتا، هذه بشارة، يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ولكن وإذا بشر أحدهم بالأنثى، أولا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كظيم يعني واحد ممتلئ غضب وغيظ وحنق، ولكن ما يتمكن يتكلم، ما يعلم ماذا يفعل. أحيانا واحد يقع في مشكلة، يدور يمين شمال، يتكلم يحاول علاج القضية، وأحيانا والعياذ بالله واحد يقع في مشكلة ما يعلم ماذا يفعل، ما يتمكن يتكلم، هذا يقال له الكظيم. ظل وجهه مسودا يعني متغير وهو كظيم، ممتلئ غيظ وحنق وغضب، ولكن شنو يقول؟ ماذا يفعل؟ هذا أولا. الشيء الثاني، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هذا كان عار
يروح يختفي حتى واحد لا يشوفه. أيام كان يختفي حتى واحد بعد لا يشوفه، لأنه حل في بيته عار يتوارى من القوم، يتغيب يختفي من سوء ما بشر به. ثانيا، ثالثا، يظل يفكر ماذا يفعل. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ كاتبين أيام كان يفكر، لأنه بالنتيجة هذا أب. الأب مهما كان، حتى إذا يكون وحش، بالنتيجة إلى بقايا عاطفة. أولا، هذه بنت بريئة لم ترتكب ذنبا ولم ترتكب إثما، بنت بريئة. إحنا حقيقة، إحنا المتدينين كثيرا ما حتى قلوبنا ما تطاوعنا على أن نقتل نملة. ليش واحد يقتلها؟ هذه النملة موجود، كائن له حياة، له روح حيوانية، لها حركة. ليش واحد يقتله؟ عندما واحد يريد يقتل النملة، النملة تشرد، يمكن تشعر بالخطر. الروح حلوة حتى عند النملة. حتى واحد في كثير من الأحيان قلبه ما يطاوع على أن يؤذي نملة، يؤذيها، يشب عليها، ما يخوفها، قلبه ما يطاوع على ذلك. يعني بالنتيجة إنسان إلى مشاعر، إلى عواطف، إلى قلب. ليش يؤذي نملة؟ لماذا يصب الماء على نملة؟ ليش يطارد نملة يخوفها؟ ليش؟ هذا بالنتيجة أب. يبقى أيام في مخبأ، في مكمنة، يروح بيت عمته، خالته، مكان ثاني، ينظام هناك، يختفي، يفكر شنو أسوي بهذه البنت. أيمسكه على هون؟ يبقي هذه البنت مع وضع الهوان، الهوان الاجتماعي، الهوان العائلي، أم يدسه في التراب أو يدفنها، يقتلها هذه البنت البريئة الضعيفة اللي ما تتمكن تدافع عن نفسها، يدسها في التراب، يخفيها في التراب. وبالنتيجة كانت التقاليد الاجتماعية، كانت المنظومة الفكرية الحاكمة تدفعهم إلى اختيار الطريق الثاني. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ كانوا يدفنون البنات وهن أحياء في حالة الحياة. هذا وضع المرأة في الجزيرة العربية، قبيلة بني تميم كانوا يسوون هذا العمل. مثل ما ذكر المؤرخون، أول من فعل هذا العمل قبيلة بني تميم. لحادثة حدثت في حربهم مع كسرى ملك الفرس، حدثت حادثة فبدأت قبيلة بني تميم بهذه القضية، وتبعتها قبيلة كندة وقبيلة مضر وقبائل أخرى أيضا كانوا يسوون هذا العمل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما،
فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن الله تواب رحيم، الله يغفر. فقال له: يا رسول الله، إن ذنبي عظيم جدا. قال له النبي صلى الله عليه وآله: ويلك، إن رحمة الله أعظم. ثم قال له مضمون الحديث أنه: ماذا فعلت؟ أو هو ابتدأ، قال: إني كنت على سفر طويل طال سنوات، بعد أن عدت السفر طال حوالي 4 أعوام، عدت إلى البيت فوجدت طفلة في البيت عمرها حوالي 4 سنوات تلعب، فسألت بنتي: من هذه الطفلة؟ فسألت زوجتي: من هذه الطفلة؟ قالت: إنها بنت الجيران جاية تلعب بالبيت. فانتظرت فترة حتى تلعب وتروح، شفت لا، بقيت في البيت. فشك الرجل، فقلت لها: أصدقين القول، من هذه؟ قالت: ألا تذكر أنك عندما سافرت كنت حاملا؟ هذه بنتك. لم يقل الرجل شيئا. هذه القضية ينقلها لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: فبت تلك الليلة قلقا مضطربا، أنام تارة وأستيقظ تارة أخرى، يفكر أنه ماذا يفعل. من جانب عاطفة الأبوة، بنت عمرها 4 سنوات، من جانب ثاني هذا سلطان التقاليد الاجتماعية. يقول: إلى أن صار قريب الصبح فقمت من مقامي وذهبت إلى فراش هذه البنت الصغيرة وأيقظتها بهدوء. نية توها شايفة أبوها فرحانة بذلك. يقول: فهي قامت، فقلت: تعالي نذهب. يقول: هي مقامت وإجت وياي، أنا ذهبت بها إلى الخارج وأخذت أحفر حفيرة في الأرض وهذه البنت تعينني على الحفر. تشوف أنا أحفر، أنا أبوها، هي تحفر وياي. يقول: إلى أن صنعت حفرة عميقة فأخذت البنت ووضعتها فيها. النبي صلى الله عليه وآله عندما وصل إلى هذه النقطة أخذت دموعه تجري. يقول: ثم وضعت يدي اليسرى على كتفها وأخذت أهيل التراب عليها بيدي اليمنى. البنت إلى الآن ما تفهم. يقول: في هذه الحالة بعض حبيبات التراب، حبات التراب، سقطت على لحيتي، فمدت يدها وأخذت تنظف لحيتي من هذه الحبات، حبات التراب. أخذت أهيل التراب عليها فأحست بالشهر. قالت: يا أبتاه، ماذا تصنع؟ يقول: لم أعتني بها وألقيت التراب عليها ودفنتها وهي تنادي: يا أبه،
ماذا تصنع؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وآله يكفكف دموعه ويمسح دموعه وقال له: لولا أن رحمة الله سبقت غضبه لعذبك. لولا أن الله رحيم، واحد يأخذ بنية عمرها 4 سنوات مثلا ويصنع بها ذلك لكان الله يعذبك. هالشكل كان، هذا كان وضع المرأة في الجزيرة العربية. أصلا أنتم لاحظوا هذه الملاحظة، في كل الحضارات المرأة ما إلها أي دور، في الحضارة الهندية، في الحضارة اليونانية، في الحضارة الرومانية، في الجزيرة العربية، في الحضارة الفارسية، الدور ما إلها، لأن المرأة كانت شيء محتقر منحط وما إلها أي دور إلا أشياء بسيطة واحد يجدها، وهذا في بعض الأبعاد أيضا. فلان مرأة الخنساء مثلا كانت شاعرة، يعني أكو نقاط قليلة، وهذا في بعض الأبعاد. أما المرأة كأنه لا وجود لها، دور ما إلها. وإذا بالإسلام جاء وأعاد للمرأة حقيقة، لا فقط في الجزيرة العربية بل في كل العالم الذي امتد إليه نور هذا الدين، أعاد إليها حيثيتها، كرامتها، وضعها. المرأة عند الله قد تكون أقرب من الرجل، عند الله سبحانه وتعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ما عندنا الرجل وامرأة، لا، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الرجل من خلال عمله وينظر إلى المرأة من خلال عملها، ماكو رجل وامرأة. نظام التكوين، المرأة عنصر أساسي في نظام التكوين، والرجل عنصر أساسي في نظام التكوين. فعند الله سبحانه وتعالى القرب الأعمى، وفي نظام التكوين كلاهما عنصران، هكذا اقتضت المشيئة الربانية أن يكونا عنصران، أن يكونا عنصرين يتوقف عليهما نظام التكوين. وبعدين الإسلام عندما جاء المرأة أصبح لها دور، هذا في القرآن موجود: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بناء المساجد مو خاص بالرجال، المرأة أيضا تبني المساجد. الدور الاجتماعي مو خاص بالرجال، المرأة أيضا لها دور اجتماعي بالإضافة إلى دورها العائلي، وهو دور مهم جدا. العالمات، المؤلفات، الخطيبات، المؤسسات، أعطى للمرأة عظمة، مو عظمة في بعد واحد، لا، عظمة في كل الأبعاد. النساء العابدات، الصالحات، القانتات، مئات النماذج في كل الأبعاد، يعني أي بعد من الأبعاد تأخذ: بعد العلم، بعد التقوى، بعد العبادة، بعد التأليف، بعد الاجتهاد، بعد التأسيس، البعد السياسي، في كل هذه المجالات تجد مئات النماذج. إذا في ذلك الوقت قبل الإسلام، إذا كان نقاط مضيئة، إذا أكو نقاط
فالإسلام عندما جاء جاء ببحر من النور، مو نقاط، لا، بحر. هذا هو وضع المرأة قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام. لاحظوا قوانين البلاد الغربية إلى قبل 100 سنة تقريبا شلون كانوا ينظرون للمرأة، وهذا هو وضع المرأة في الإسلام. إحنا نكتفي ببعض الروايات الواردة في تكريم المرأة، أن المرأة يجب أن تكرم. المرأة عندما تكون بنتاً وعندما تكون زوجة وعندما تكون أما وعندما تكون من المحارم وعندما تكون امرأة بما هي امرأة، أولا البنت وهي طفلة، المرأة وهي طفلة. النبي صلى الله عليه وآله يقول الأنثى رحمة والولد نعمة، وفي حديث آخر مضمونه أن الرحمة يثاب عليها والنعمة يحاسب عليها. النبي صلى الله عليه وآله يقول من كان له أنثى فلم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. في الحديث الشريف من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل الصدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور. أول هذه التحف يعطيها الهدايا للأنثى ثم للذكر، فإنه من فرح ابنته فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. واحد يفرح بنته بهدية بتكريم، هذا كأنه أعتق الرقبة من ولد إسماعيل نبي الله. المرأة وهي زوجة، الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول من اتخذ امرأة فليكرمها، إكرام المرأة. النبي صلى الله عليه وآله يقول خيركم خيركم لأهله، من هو الأفضل؟ اللي يصلي أكثر، يصوم أكثر، يقرأ قرآن أكثر؟ لا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في الحديث الشريف من مد يده إلى زوجته ليلطمها فكأنما مد يده في النار. عن النبي صلى الله عليه وآله لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة، أنه واحد يخدم في بيته يعني يعين زوجته في الطبخ في حمل السفرة في شؤون البيت، هذا رجل يريد به خير الدنيا والآخرة. ثالثا المرأة وهي أم، جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله إني شاب نشيط، أو رجل، الرواية رجل، رجل نشيط وأرغب في الجهاد،
فقال له النبي صلى الله عليه وآله: جاهد، فإنك إن تقتل تبقى عند الله حيا، وإن ترجع رجعتك يوم ولدتك أمك. فقال الشاب أو الرجل: ولكن لي أبوين يكرهان خروجي إلى الجهاد ويقولان إنا نأنس بك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: قر معهما، فإن أنسهما بك يوما وليلة أفضل من الجهاد في سبيل الله سنة كاملة. رابعا، المرأة وهي عمة وخالة وجدة وبقية المحارم، جاء صعصعة إلى رسول الله، جد الفرزدق، صعصعة ابنه غالب ابنه الفرزدق، وقال له: أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له: أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك. أكو بعض الناس خيرهم يصل إلى الآخرين ولا يصل إلى أقربائهم. النبي صلى الله عليه وآله يوصي بالأداني، يعني بالأقارب. خامسا، المرأة بشكل عام عن النبي صلى الله عليه وآله: كلما ازداد العبد إيمانا، هذه الرواية في بحار الأنوار، ازداد حبا للنساء. نكتفي بهذا المقدار، وإن كان الحديث يستغرق وقتا طويلا. هذا وضع المرأة قبل الإسلام، وهذا هو جانب من جوانب وضع المرأة في الإسلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.